السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. معكم عصام حافظ، مدرس اللغة الإنجليزية بالاتحاد الخيري اللوثري بالزرقاء شارع 16. اليوم إن شاء الله تعالى راح نبلش بالجلسة الأولى للمبتدئين بتعلم اللغة الإنجليزية من آبائنا وأمهاتنا اللي حابين يتعلموا اللغة الإنجليزية ليفيدوا أبنائهم أو لا يطوروا نفسهم. اللغة الإنجليزية طبعا احنا كلنا بنعرف انه العالم كله مقسم للغات حسب المناطق، واللغة الانجليزية حاليا هي اشهر لغة بالعالم بسبب انه كل اشي تكنولوجيا بدنا نستخدم او اي اشي بدنا نستخدمه لازم نكون نعرف للأسف اللغة الانجليزية لانه هاي لغته. اللغة الانجليزية مثلها مثل باقي اللغات، الها احرفها، الها قواعدها، والها لفظها، والها مفرداتها. بالنسبة للأحرف والقواعد وطريقة صياغة الجملة، هذا الشيء بسيط إن شاء الله وراح نتعلم هون ونوضحه. بالنسبة للمفردات كمان إن شاء الله تعالى شو راح نقدر نعطيكم مفردات ومعاني، ما راح نقصر إن شاء الله تعالى. بالنسبة لإنك أنت تزيد معلوماتك بالمفردات فهذا إن شاء الله جهدكم الشخصي اللي راح تتعبوه على حالكم، ومن خلاله راح تقدر تأسسوا وتكونوا أقوى وتقدروا إن شاء الله تعالى إنكم تمشوا معي باللغة أو تعلم اللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للقواعد فهي زي ما بنعرف إنه قواعد عندنا الأزمنة وعندنا المبني للمجهول وشغلات كثير إن شاء الله راح ناخذها ونتعرف عليها باللغة الإنجليزية. فالأزمنة زي اللغة العربية، بنعرف انه عندنا باللغة العربية الزمن المضارع والزمن الماضي والزمن الامر، ولكن في اللغة الانجليزية عندنا حاضر ماضي ومستقبل، وكل زمن من هالازمنة هاي بتفرع عنها العديد من الازمنة. ومن البداية كاساس حبيت انه نبدأ مع بعضنا من نقطة الصفر. الاغلب انا عارف انكم طبعا يعني كنت سامحوني لانه عارف انه الاغلب فيكم بيعرف أحرف اللغة الإنجليزية، ولكن تفاديا أنه يكون في حدا ما بيعرف اللغة الإنجليزية حبيت أنه درسنا الأول راح يكون عن الأحرف الإنجليزية. طبعا احنا بنعرف أنه باللغة الإنجليزية عندنا طريقتين لكتابة الأحرف، طريقتين لكتابة الأحرف. عندنا أول شغلة اللي هي الأحرف السمول لترز اللي هي الحرف الصغير، وعندنا احرف الكابيتال ليترز اللي هي الحرف الكبير. زي ما انتم شايفين عندنا الاي سمول، بي سمول، سي سمول، دي سمول، اي سمول، اف سمول، جي سمول، اتش سمول، اي سمول، جي، كي، ال، ام، ان، او، بي، كيو، ار، اس، تي، يو، في، W, X, Y, and Z. هذول الأحرف هم نفسهم الأحرف اللغة الإنجليزية ولكن يكتب بطريقتين اللي هي الكابيتال والسمول. بدأنا بالسمول اللي هي الأحرف الصغيرة اللي دائما احنا بنستخدمها بأي شيء. عندنا النوع الثاني اللي هو الأحرف الكابيتال، الكابيتال اللي هي الـ A, B, C, D, E, F لتتمة الأحرف. هاي الاحرف الكابيتال سميناها كابيتال لانه بتيجي كبيره، وبنستخدم هاي النوع من الاحرف دائما لنبدا فيها الجمله او دائما قبل الاسماء. طبعا انا هاي الجلسه هي ان شاء الله تعالى اول ان شاء الله انه جلسه تعريفيه بس تذكير باحرف اللغه الانجليزيه، وان شاء الله تعالى بس نتواصل مع بعضنا ونحدد الطريقه اللي راح نتواصل فيها مع بعضنا راح يتم ان شاء الله التفاعل والتسريع في دروس اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله أنكم تستفيدوا وتقدروا أنكم تتعلموا اللغة الإنجليزية بأبسط